نروح، طب خلاص نخلص نكمل اخبارنا وبعدين نرجع نشوف نتائجنا. نروح لاخبار كره القدم المصريه. منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقياده مدربه كابتن وائل رياض بعد المشاركه في دوره شمال افريقيا الوديه رجع طبعا خاض فيها المنتخب 4 مباريات في اول ظهور ليه بعد 20 يوم فقط من تجمعه الاول. وبنظره سريعه كده يعني على نتائج منتخب مصر للشباب، تعادل مع ليبيا 1-1 وفاز على الجزائر 3-0 وخسر من تونس 4-2 وتعادل مع المغرب 2-2. بالنسبه لاول تجمع وفي الفترة القصيرة دي أعتقد أن المنتخب ده عنده عناصر كويسة، لكن محتاج وقت أكبر ومعسكرات أكبر وتجمعات عشان يقدر يطور من الأداء ويصحح من الأخطاء اللي حصلت في مباراة دورة شمال أفريقيا خصوصا مباراة تونس. لكن أنا مش مع الانتقادات العنيفة لهذا المنتخب ولمدرب شاب زي كابتن وائل رياض، لأن مش معقول أن الكرة هتبقى فوز بس، ما ينفعش، لازم هتلعب تتغلب ماتشات وتلعب ماتشات ودية وتخسر وتتعادل وتكسب عشان تشوف الأخطاء ونقط القوة والضعف عندك ايه. امال ايه هي فايدة الماتشات الودية؟ يعني لازم تحدد الاول اولوياتك ايه. النقط الاهم ان كل الناس، بص انا عندي حاجتين مهمة جدا، التجمع نفسه اصلا ده شيء مهم، وان انت تشوف عدد كبير من اللعيبة وتختار لعيبة في 10 ايام ده طبعا شيء قليل جدا، يعني الناس من حقها انها تنتقد، لكن انتقاد موضوعي، اتكلم براحتك في الاختيارات، اتكلم براحتك على الاسماء، قول المدرب مش عاجبني، لكن التقييم الفني لازم يكون بشيء من الانصاف، وما تنساش ان دول لعيبه صغيرين في السن لسه محتاجين الدعم والمسانده. الفتره اللي جايه لازم منتخب الشباب ده يعمل معسكرات وتجمعات ومباريات وديه وتشوف كمان تصحيح للاخطاء اللي انت شايفها باينه يعني. لكن كمان اللي شفناه في مباريات الدوره الوديه دي، لا دوره شمال افريقيا مباراه يعني مبشره جدا، يعني لما تكون متاخر 2-0 قدام المغرب وترجع تتعادل 2-2 في الدقائق الاخيره كمان، ده حصل كمان قدام ماتش ليبيا نفس الفريق برضه خسران 1-0 وترجع، ده معناه ان الفرقه دي ما بتستسلمش، عندهم ثقافه ان هو ما فيش استسلام من الخساره، بالعكس بيحاولوا بيوصلوا بيسجلوا. نتمنى التوفيق للمنتخب، المنتخبات الوطنيه كلها، لكن انا مش عايز يا جماعه المنتخبات اللي في الفئه السنيه دي العمر ده تحديدا، يعني ما ينفعش ان هو يبقى انتقادات على الفاضي وعلى المليان كده، لا 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 لا، انت لازم المنتخبات اللي من النوع ده اللي هي لسه بتتجمع ولسه بتتكون ولسه شباب عمرها قصير لسه صغيرين، لازم انت تبقى واحده واحده معاهم، لان فيهم مواهب. المنتخب ده فيه محترفين يا جماعه، المنتخب ده فيه محترف، فاديك عندك عناصر كويسه وعندك مدرب شاب، لازم تديله فرصه كامله، يعني ما تقيمش على 10 ايام ثم بطوله واول تجمع، لا. اتمنى ان احنا يعني ناخد الامور بموضوعيه اكتر من كده، تاخدها بشكل احترافي اكتر من كده.